طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من موقع يمن مونيتور: مجلس انفصالي جنوب اليمن يعين رئيسا للبرلمان ويعد بالإعلان عن وزارة دفاع جديدة. ومن التغيير نت: الحوثيون يفرضون خطابهم في مساجد صنعاء. الأنسي يكشف لنيويورك تايمز ما طلبته السعودية والإمارات من حزب الإصلاح خلال الاجتماع. ومن البيان: مذيع سعودي يرتكب مخالفة مرورية أثناء إعداد تقرير عن المخالفات. أهلا بكم. مجلس انفصالي جنوب اليمن يعين رئيسا للبرلمان ويعد بالإعلان عن وزارة دفاع جديدة، وفي التفاصيل نقرأ لكم من موقع يمن مونيتور، حيث أعلن عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي تعيين أحمد بن بريك محافظ حضرموت السابق وعضو المجلس الانتقالي رئيسا لجمعيته العمومية، وأنيس لقمان نائبا له، والقاضي حسين زين السقاف مقررا. وكان يفترض انتخاب رئيس المجلس ونائبه ومقرره العام، لكن ذلك لم يحدث، وتوعد المجلس الانتقالي بإعلان وزارة الدفاع في الأيام القادمة. الزبيدي الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله قال لأعضاء الجمعية العمومية: تدركون المرحلة التي نمر بها، كان يفترض أن يتم انتخاب رئيس ونائب الجمعية، لكن نتيجة الظروف والحرب ارتأت هيئة الرئاسة بعد نقاش لمدة يومين أن يتم إصدار قرار بتعيين رئيس ونائب الجمعية العمومية من قبلها. من جانبه قال نائب رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي هاني بن بريك أنه سيتم الإعلان عن وزارة الدفاع الجنوبية خلال الأيام المقبلة، وسيعين وزير لها، مؤكدا أن المجلس ليس في حاجة لتشكيل مجلس عسكري في الوقت الحالي. الكاتب سعيد النظامي كتب مقالا مطولا في صحيفة العرب الجديد تحدث فيه عن الشباب اليمني، وعنونه متسائلا: اليمن أي نظام مقبل؟ وقال فيه: بدأت تسمع بين شباب اليمن ولأول مرة حوارات بينهم قلما تفسر أنها تعبر عن آرائهم من واقع بلدهم، وترمي لرغباتهم، وتهمس لمستقبلهم، وتلمز نحو تجهيزة واستعداد العودة إلى إكمال ثوراتهم، وإن حوارهم ما يزال على نطاق ضيق كأنه همس، لا يحملون مخططاً يقنع المعارضين الذين لا يملكون إجابة لأسباب الرفض، يظل بذرة لمشروع يبشر بخير قادم على أيدي شباب بدأوا يخرجون من دائرة الضوء كلما نظروا إلى حالتهم في وطنهم، وبدأوا يتنصلون من انتماءاتهم الحزبية كلما فتح النقاش الوطني. إلى وقت قريب لم يكن يجري نقاش فيما بينهم خارج مظلة الحزب، ومن علامات الغيث أن لدى هؤلاء الشباب نيات أن يركبوا الموجة في الوقت المناسب بالطريقة نفسها التي ركبها أزلام النظام السابق ليخلصوا اليمن من بؤرة الفتن. ولكن هل يعلمون كم بؤرة لديهم وكم نسبة نجاحهم؟ والبلد تحول مستودع سلاح؟ من يستمع لأي من أطروحاتهم لا يجد تفسيرا لكيفية لعب أولئك الشباب لاحقا على النهائي كما يقولون في مخطط أفكارهم ويستبقون به الأحداث، فهل بعزيمتهم فقط سيجدون لكل المصاعب حلولا؟ عن ضحايا الموت تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي كتب الموقع بوست هذا التقرير الخاص وقال: عبد الغني جهلان مختطف لقي حتفه كغيره من العشرات من المختطفين بالتعذيب الوحشي على أيدي الميليشيا في ظل صمت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وعدم قيامها بأي إجراء ضد هذه الجرائم. عبد الغني 40 عاما من قرية دعان بمديرية جبل يزيد بمحافظة عمران، اختطفته ميليشيا الحوثي في يوليو 2017 بسبب مشاكل شخصية مع قريب له يعمل مع الحوثيين. كان عبد الغني العائل الوحيد لأسرته المكونة من 10 أطفال وزوجة وأم، كما أن ولده توفي منذ شهرين حيث كان مصابا بجلطة ألزمته الفراش منذ 3 سنوات.
ومنذ أواخر يوليو اعتقلت الميليشيا عبد الغني بحجة أن لديه مشاكل على أرض زراعية مع صهره أحد أعضاء اللجنة الثورية بمديرية جبل يزيد، وتم اعتقال الاثنين سويا، وبعد يوم تم إخراج صهره من سجن الصرارة. بينما أبقيت الميليشيا عبد الغني ونقلته إلى سجن آخر، وفي الرابع من أكتوبر من العام الجاري وصلت جثته إلى المستشفى العسكري، وتم التكتم على خبر وفاته حتى منتصف ديسمبر الحالي. ومن خلال الكشف عن جسد هيلان ظهر كسر في الجمجمة وعدة ثقوب في ظهره وبطنه واحتراق ظهره بالكامل من شدة الضرب، بالإضافة إلى آثار حريق في صدره وتفحم وسواد في أنحاء متفرقة من جسده. الحوثيون يفرضون خطابهم في مساجد صنعاء، كما أوضح موقع التغيير نت، حيث أمرت الميليشيات خطباء المساجد في صنعاء والمحافظات المسيطرة عليها بتخصيص خطاب الجمعة لحض المصلين على الحشد إلى جبهات القتال والتبرع بالمال والطعام، وتأكيد التأييد الإلهي الذي تحظى به الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي. وطلبت منهم في تعميم رسمي مكتوب من قبل موظفيها في مكاتب الأوقاف الإرشاد امتداح المقاتلين وتضحياتهم والاستدلال على أنهم موعودون بالنصر لصمودهم المزعوم حتى الآن في مواجهة التحالف والحكومة الشرعية. ودابت الجماعة منذ سيطرتها على صنعاء وغيرها من المناطق على الإطاحة بخطباء المساجد المعتمدين والمعروفين بالوسطية التي يتميزون بها، وتعيين موالين لها متعصبين طائفيا ومذهبيا لتمكينها من السيطرة على الخطاب الديني في البلاد وتوجيهه بما يوافق أهواء الميليشيا. كما حولت كثيرا من المساجد في صنعاء وغيرها إلى مقرات لمسلحيها من أجل النوم والاستراحة أو مخازن للذخيرة والأسلحة. وضع الأطفال في اليمن ينذر بكارثة جراء ارتفاع عدد الأطفال المجندين من قبل ميليشيات الحوثي، إضافة إلى تسربهم من المدارس وما يعانونه من فقر وجوع ومرض. كان هذا جزء من مقال للكاتب أنور حيدر في موقع يمن مونيتور بعنوان الحوثيون حولوا أطفال اليمن إلى بيادق محاربة وقرابين مزهقة ودروع بشرية. لم يعش أطفال اليمن طفولتهم ولم يأخذوا فرصتهم العادلة في الحياة، بل أجبروا على هجر طفولتهم وانتهكت أبسط حقوقهم بحياة أفضل من خلال زج الحوثيين بهم في الحرب كمجندين ودروع بشرية دون مراعاة لحق الطفولة. الميليشيات الحوثية تخطف الأطفال دون علم أهاليهم، ومن ناحية ثانية استغلت أوضاع الأسر الاقتصادية وجهلها، منتهكة بذلك طفولة الصغار الذين حولتهم إلى بيادق محاربة وقرابين مزهقة. أرقام المنظمات الدولية والمحلية تكشف أرقاما مفزعة عن وضع الأطفال في اليمن ومستوى الكارثة التي تسببت بها الميليشيات الحوثية على الطفولة في اليمن، حيث تشير هذه الأرقام إلى أن عدد الأطفال المجندين في صفوف الميليشيا الحوثية وصلت إلى أكثر من 13,000 طفل، وتم استحداث عدد من المعسكرات لتدريبهم في عدد من المحافظات. أيها الآباء والأمهات، دعوا أرضكم وبيوتكم تعشب بالضحكات الطفولية، وأقفلوا بابكم أمام الميليشيات الحوثية كي لا يعرف أطفالكم من الحياة سوى اللهو والسعادة. دعوا الأطفال يعيشون طفولتهم، فما أجمل أن يعيش الأطفال حياتهم البسيطة والبريئة، يستمتعون بين أهلهم وأصدقائهم بعيدا عن التجنيد والقتل والتشريد والعنف. أعلن اللواء فضل القوسي القائد العام لقوات الأمن الخاصة، وكما أورد المصدر أونلاين، انضمامه للقوات الحكومية في الحرب ضد جماعة الحوثيين. وكان القوسي وصل إلى مدينة مأرب الجمعة بعد أن غادر مسقط رأسه في مديرية الحدى شرقية محافظة ذمار، واستقبله محافظ ذمار علي القوسي. وقال اللواء فضل القوسي الذي يعد من أبرز القيادات الأمنية في حديث لقناة اليمن الحكومية إن انضمامه للمقاومة شرف كبير له في إشارة للقوات الحكومية.
الحوثيون وكما يقول المصدر أونلاين حاولوا مرارا اعتقال اللواء القوسي الذي غادر العاصمة صنعاء ولجأ إلى قبيلته، فيما لا يزال مصير اللواء محمد القوسي وزير الداخلية في حكومة الحوثيين وعلي صالح مجهولا، حيث كان في منزل صالح حينما اقتحمه الحوثيون وقتلوا الرئيس السابق وأمين عام حزب المؤتمر عارف الزوكا. وحول مباريات خليجي 23 المقامة في الكويت وعن أولى مباريات منتخبنا أو منتخبنا الوطني، عنوان موقع 26 من سبتمبر: منتخبنا الوطني يخسر أولى مبارياته بخليجي 23، حيث بدأ المنتخب القطري المباراة بضغط عال ورغبة كبيرة بتحقيق الانتصار، وكان له ما يريد عندما استغل اللاعب أكرم عفيف كرة عرضية من الجهة اليمنى ليودعها برأسه في الشباك اليمنية، واستمر الضغط القطري ليثمر عن هدف ثان في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول عن طريق كرة عرضية سددها مهدي علي لتصطدم بالحارس وتكمل طريقها إلى الشباك، ثم جاء الهدف الثالث في الدقيقة 18 برأسية المعز علي. وفي الشوط الثاني حاول المنتخب اليمني تقليص الفارق وفرض سيطرته على الدقائق الأولى من هذا الشوط لكن دون جدوى، حتى عاد المنتخب القطري وهز الشباك اليمنية للمرة الرابعة عن طريق بيدرو كوريا في الدقيقة 40. بعد الفاصل أعزائنا المشاهدين سنتابع أبرز ما وردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة نيويورك تايمز قالت بأن حرب اليمن تدخل مرحلة مظلمة، ونقلت عن الأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح عبد الوهاب الآنسي قوله بأن السعودية والإمارات طلبتا من حزب الإصلاح التواصل مع قيادة المؤتمر الشعبي العام في صنعاء لبحث رؤية موحدة في العمل ضد الحوثيين. وقال الآنسي إن لقاء الحزب بولي العهد السعودي والإماراتي كان نقطة تحول، لكنه أكد بأن عملية التواصل مع حزب صالح في صنعاء ستستغرق بعض الوقت حتى تتضح الصورة لما يحدث في الواقع بصنعاء. وأضاف الآنسي: نحن ببساطة نواجه صعوبة بالغة في الوصول إليهم، واصفا الواقع بالمربك. تقول الصحيفة في تعليقها على قطع حزب الإصلاح علاقته بجماعة الإخوان المسلمين: إنه يبدو كافيا لضمان دول الخليج في البحث عن حلفاء نتيجة تصنيفها لجماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية من قبل بعض دول الخليج العربي. وتضيف الصحيفة بأن اليمن على وشك المجاعة، فهي واحدة من أفقر البلدان في الشرق الأوسط ومزدهرة بالصراع، وهي الآن مغلقة عمليا عن العالم بسبب الحصار البحري والجوي الذي تفرضه السعودية. أبدت الحكومة اليمنية الشرعية استعدادها بحسب صحيفة الحياة لطي صفحة الماضي مع عائلة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وكوادر حزب المؤتمر الشعبي العام، سعيا منها إلى توحيد صفوف اليمنيين في مواجهة الميليشيا الحوثية. وقال الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي إن نجل الرئيس السابق العميد أحمد علي عبد الله صالح منا ونحن منه، وعفى الله عما مضى، كما ذكر رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر في تغريدة على تويتر. وأعلن بن دغر أنه وهادي ونائبه التقوا قبل أيام رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر سلطان البركاني، وأكدوا أهمية بقاء الحزب موحدا ورص صفوفه لمواجهة الحوثيين بالتضامن مع الأطياف والمكونات السياسية التي تواجهه منذ 3 سنوات.
معلومات أفادت كما تنقل الصحيفة بأن مجلس الأمن يعتزم عقد مشاورات لإلغاء العقوبات الدولية على أحمد علي صالح وأسرة صالح عموما. أموالنا مقابل أصواتكم، كان هذا ما اختاره الكاتب إلياس حرفوش عنوانا لمقال كتبه في صحيفة الحياة اللندنية، وفيه قال: لا مكان للقيم الإنسانية ولا لما يفرضه احترام القانون الدولي ولا حتى لأصول التعامل بين الدول في إدارة دونالد ترامب وفي سلوك هذه الإدارة مع العالم. الزبائنية التي تتحكم بالعقل الاستثماري والتجاري للرئيس الأمريكي هي نفسها التي تدير اليوم سياسة أمريكا الخارجية، كما كشفت التصريحات الفضائحية التي أطلقها هو ومندوبته في الأمم المتحدة. تخلت نايكي هايلي عن أبسط أصول اللغة الدبلوماسية في مخاطبتها زملائها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مهددة بتسجيل أسمائهم تمهيداً لمعاقبتهم إذا لم يصوتوا كما تريد، ما يذكر بأسلوب مخاطبة الناظر لتلاميذه في ملعب المدرسة إذا أساءوا السلوك. وفي أوضح إشارة إلى الابتزاز المالي قالت لهم: عندما نقدم مساهمات مالية للأمم المتحدة فإننا نتوقع أن نحظى بالاحترام، والأسوأ أننا مطالبون بالدفع مقابل عدم احترامنا. في نظر هايلي ورئيسها أن احترام أمريكا يفرض الخضوع لمشيئتها ولقراراتها مهما فعلت، وإذا رأت الولايات المتحدة أن قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو قرار سيادي على رغم أنه يخالف القرارات الدولية المتعلقة بمصير هذه المدينة، فإن على الدول الأخرى أن تحترم وأن تركع، لكن أكثرية دول العالم لم تفعل ذلك، ولم يبقى إلى جانب ترامب ومندوبته سوى بضع جزر في المحيط الكاريبي، كما أن دولا أخرى مثل كندا كانت مستعدة للتصويت ضد القرار لكنها غيرت رأيها وامتنعت عن التصويت ردا على لهجة التعالي والغطرسة الأمريكية. هل كان أحد الأطباق الطائرة أم صاروخ أطلقته كوريا الشمالية؟ هكذا تساءلت صحيفة القدس العربي عن ظهور جسم ساطع في سماء كاليفورنيا فوق لويس أنجلوس، والذي أثار المخاوف والتكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ماهيته، فيما التقط الكثيرون صورا للجسم ونشروها على موقعي فيسبوك وتويتر. لم يكن الجسم قادما من خارج الأرض للقيام بزيارة، وهو ما تسبب في خيبة أمل أو آمال محبي الأطباق الطائرة، ولا كان النجم الذي قاد الملوك الثلاثة إلى بيت لحم بعد ميلاد المسيح كما أشار بعض ممن رأوه، بل كان صاروخ فالكون 9 أطلقته شركة سبيس إكس الفضائية الخاصة من قاعدة فاندبريدج الجوية، وكان يحمل مجموعة من الأقمار الاصطناعية لشركة إيردميوم الأمريكية. إنه كما تقول الصحيفة الرابع في سلسلة من 10 عمليات إطلاق أجرتها إيردميوم في إطار برنامج لتحسين شبكتها من أقمار الاتصالات في مدار أرضي منخفض. قامت شركة سبيس إكس بالإعلان عن الأمر بتغريدة قبل ساعة تقريبا من موعدها المقرر، ولكن لم يسمع الكثيرون النبأ، ما أثار حالة من الحيرة. صحيفة البيان قالت إن مذيعا سعوديا تعرض لموقف طريف عندما وقع تحت طائلة قانون المخالفات المرورية أثناء تصوير تقرير تلفزيوني عن المخالفات المرورية. مذيع برنامج الله يعطيك خيرها حصل على مخالفة مرورية حينما كان بصدد إعداد تقرير عن المخالفات المرورية في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض. المذيع عبد الله رافق فريق المرور خلال إعداده التقرير التلفزيوني، لأنه في نهاية التقرير اكتشف تعرضه لمخالفة بسبب إيقاف سيارته في موقف خاطئ، وهو ما تناوله مقدم البرنامج الفنان يوسف الجراح ساخرا بالقول لزميله عبد الله: رسالتي لك مني ومن جميع منسوبي البرنامج، تستاهل المخالفة. صور ساحرة ومتنوعة من صحيفة الديلي تلغراف ننقلها لكم بجولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع الصور.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم الآن مع مجموعة من الرسوم كاريكاتير. دمتم بخير.